أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا قائدنا إلى جنات النعيم، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا ليلة بحول الله وطوله ومدده وعوله حول أعظم أصحاب الجنة نعيم. وذكرنا قبل ذلك هذا الذي يجر على وجهه في النار، وذكرنا هذا الذي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه، وذكرنا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وذكرنا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وذكرنا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وذكرنا يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت، وذكرنا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، وذكرنا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وذكرنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، وذكرنا اخسأوا فيها ولا تكلمون، وذكرنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم سألنا أي هذه الأنواع أعظم عذابا لأهل النار. نعيش مع اللقطة الثانية أو المقابلة لهذه اللقطة، ألا وهي أعظم أهل الجنة نعيما، اللهم اجعلنا منهم ومعهم وفيهم وفي رفقتهم يا رب العالمين. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت صوت أحدكم في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني عن سيدنا سعد رضي الله عنه قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. يعني لو حتة من الجنة بقدر الظفر بتاع إيدك، قد ظفر إيديك بالظبط، نزلت إلى أهل الأرض لزخرفت ما بين السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع يعني إيه؟ يعني ظهر على الخلق كده، اطلع فبدأ أساوره يعني إيه؟ بين شوية حاجات من اللي هو لبسها كده في الجنة، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. يعني نور الأساور اللي واحد من الجنة لبسها لو ظهرت على ضوء الشمس لاختفت الشمس بضوئها، فما بالكم بنور الجنة من الداخل، فما بالكم بنور وجه الله الكريم. أيهم أنعم يا إخواني؟ هل الذين يقيمون في دار السلام، نسأل الله أن نكون منهم، أم الذين يقيمون في دار الخلد، نسأل الله أن نكون منهم،
أم الذين يقيمون في دار المقامة؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في دار المأوى أو في جنة المأوى؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في جنات عدن؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في دار الحيوان؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في جنات النعيم؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في المقام الأمين؟ نسأل الله أن نكون منهم. أم الذين يقيمون في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ نسأل الله أن نكون منهم. الجنة لها ثمانية أبواب. من خلق الله الذين يدخلون الجنة من ينادى عليه من الأبواب الثمانية: تعالى فادخل من هنا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: في الجنة بيت من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب ولا وصب. ايش معنى لخديجة؟ قال لك لأنها كانت بتتحمل الأذى مع زوجها، بتتحمل ضنك المعيشة مع زوجها، بتتحمل الغلا مع زوجها، بتتحمل المدارس ومصاريف المدارس وتعب العيال ومذاكرة العيال مع زوجها. القصر ده مش لخديجة بس يا إخواني، القصر ده لكل امرأة تكون مثل خديجة مع زوجها. نزل جبريل عليه السلام من السماء فقال: يا محمد، خديجة بتجهز لك الأكل جوه. يا محمد، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. من قصب يعني من لؤلؤ. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. زي ما استحملت وحاولت تعيشك في راحة رغم أن في مشاكل كثيرة حولك، هنعمل لها بيت في الجنة ما فيهوش أي قلق ولا أي مشاكل ولا أي تعب. واللي بتنكد على زوجها: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ كانت بتنكد على زوجها، كانت مش راضية بحال زوجها، كانت أرخ زوجها، كانت جعل بيت زوجها جحيم مش جنة. يا ترى النموذج ده من أهل الجنة هو أعظم أهل الجنة؟ لا، تعالى لسه فيه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء لا يبولون ولا يتغوطون في الجنة، يعني ولا يمتخطون يستنشفوش ولا يدخلون أمشاطهم الذهب، المشاط اللي بيصرحوا بيها ليه؟ الذهب. ورشحهم المسك، الإخراج بتاعهم، فضلات اللي بتخرج بعد الأكل اللي بيأكلوه المسك، تخيل العرق بتاعهم المسك. ورشحهم المسك وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. اللهم لا تحرمنا ذلك الفضل والأجر يا رب العالمين. يا ترى دول أعظم أهل الجنة؟ لا، ده لسه فيه. روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لكل واحد في الجنة زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. دفعت مصاريف المدرسة؟ لا، لما تيجي الحوافز أبا قابلني لو دفعتها العيال هتنطرد من المدرسة. شفت التباغض وشفت النكد؟ هناك بقى ما فيش لمدارس ولا هناك في جامعات ولا هناك في مواصلات ولا إيجار شقة ولا النور ولا الغاز ولا أي حاجة. انت هنا بتتعب عشان هناك ترتاح، انت هنا بتدي عشان هناك تاخد. قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون بكرة وعشية. التسبيح لأهل الجنة يا جماعة مش تكليف، يعني أنا بقولك إيه سبح عشان تاخد أجر، ده تكليف وأمر. هناك لا، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. شفت النفس بدخل ويطلع وأنت مش حاسس فيه إزاي؟
هناك من عظمة وجلال وجمال التسبيح وروعته ومتعته في الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون الايه النفس. نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري: إن للمؤمن في الجنة لخيمة. خيمة إيه؟ ده احنا قاعدين في قصر هنا وفي شقة في الدور الرابع والخامس، قال إيه ليه خيمة يعني؟ اسمع بس اللي جاي: إن في الجنة للمؤمن لخيمة، لخيمة من لؤلؤ مجوفة. تخيل، هي عبارة عن خيمة كبيرة، تعال نشوف مساحتها وفيها إيه. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. طول اللؤلؤة إيه؟ 60. وفي رواية تانية: وعرضها 60 ميلا. مساحتها إيه دي بقى؟ يعني تقريبا كده كم متر يا جماعة؟ نسأل الله أن يرزقنا ذلك رب العالمين. الناس محتاجة تفهم يا جماعة، بس انت عارف الصحابي الجليل سيدنا حنظلة لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال له: ليه حنظلة؟ قال: يا رسول الله، نكون معك تذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين. أنا عايز من اللي أنا بقوله ده يا جماعة تتخيل إن الجنة أمام عينك، وزي ما ذكرنا عن النار تتخيل إن النار أمام عينك، عشان ده يدفعك إنك تعمل، وده يدفعك إنك تتطلع وتوصل. الولد عينه على النتيجة، الولد عينه على التفوق، الولد عينه يدخل كلية، الولد عينه يحصل على الليسانس أو البكالوريوس. فعشان كده ده كله بيهون، عشان عينه على هدف. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. حد عايز ولا مش عايز؟ ها، بقت قدام عينيكم، بقت في قلوبكم بتتطلعوا إليها. طب تعالوا نشوف نعيم أهل الجنة. كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وأنا قلت زمان ليس المقصود بالجهاد فقط هو الجهاد بالسيف والدبابات والمعارك، لا لا، كل ما كان فيه نصرة دين الله، نصرة حق الله، نصرة علم الله، نصرة كتاب الله، نصرة حدود الله، هذا يعتبر نوع من أنواع الإيه؟ أنواع الجهاد. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فاكرين اللي هناك سرابيلهم من قطران، الملابس الداخلية من قطران. قارن بين المشهدين واختار انت عايز تلبس الملابس الداخلية بتاعتك ها من قطران والعياذ بالله، ولا عايز تلبسها من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. شفت الأولاني هناك في المشهد اللي هناك كان بيشرب ايه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهنا بيقول لك ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا سلام، اختار بقى لنفسك وشوف هنا النعيم وشوف هنا العذاب. بيقول لك: روى الإمام مسلم عن المغيرة سأل موسى ربه قال: يا ربي، ما أعلى أهل الجنة منزلا؟ قال يا موسى، اسمع بقى وقارن، قال يا موسى: أولئك الذين أردت، هم دول اللي فازوا الفوز الحقيقي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا ترى النعيم ده يعتبر أعظم نعيم في الجنة ولا حاجة من اللي فاتت؟ إيه أعظم نعيم في الحاجات اللي أنا قلتها؟ طب تسمع اللي جاي دي عشان تعرف تقارن أكثر؟ تعال. ربنا ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، رضيتم؟ قالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: لكم المزيد. قالوا: وما المزيد أكثر من ذلك؟
قال أرضى عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. وعد من الملك ويقول لك أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يحصل بقى خلاص انتهت، لا تحزن ولا تخاف ولا تتألم ولا تقلق. ليه؟ ما هو وعدك، والكريم إذا وعد في دار الفناء فوعده صدق، فما بالكم إذا وعد في دار البقاء. طب تعال شوف كمان حاجة يقول لك: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال لا، مرافقتك في الجنة يا عم تطلع للجوار اللي على الحق، يا عم تطلع للجوار اللي يزيدك عزة وشرف في الآخرة. جوار الحبيب مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. تكون انت في القصر بتاعك وتفتح الشباك كده: يا رسول الله ايوه عايز اشوفك، تعالى. خلاص الموضوع انتهى. خلي بالك الموضوع بسيط جدا يعني، ويمكن المسألة تبقى اعظم من كده. يمكن يأتيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد ان تتمنى قبل ان تنادي وتسأل. مش احنا اتفقنا يا جماعة؟ ربما ان يخطر ببالك شيء في الجنة يأتيك قبل ان تقول اريد ذلك الشيء. فيها ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول لك الشيخ الشعراء عليه رحمة الله لما راح بلاد أوروبا، وبعدين لقى بقى ليه الحاجات بقى الخدمة والأسانسيرات والفنادق والحاجات الواسعة وإلى غير ذلك، فالناس مبهورة جدا باللي شايفينه. فهل هذا صنع البشر للبشر؟ فما بالكم بصنع رب البشر يوم القيامة للبشر. فأنا عايز أقول لك يعني ها، طب الرضوان ولا الجوار؟ طب الفردوس ولا الرضوان ولا الجوار؟ طب الملابس ولا الشرب؟ طب الحور العين ولا ايه ولا ايه؟ طب الهول اعظم في الحاجات دي كلها. طب ما تاخد فعلا اعظم حاجه في الجنه بقى من وجهه نظري انا، الا وهي لذه النظر الى وجه الله الكريم. كل انواع النعيم اللي تخطر واللي ما تخطرش على بالك اللي هتشوفها في الجنة بحول الله وقدرته ومنته وعونه لا تساوي ذرة أمام لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وأمام الحديث مع رب العالمين. يا ترى حضرتك عايز توصل؟ طب ما تدفع. عايز توصل؟ طب ما تكتب العقد، العقد اللي بينك وبين ربك اللي مضمونه أنا عايز منك أقصى ما عندك في مالك وفي نفسك، في وقتك وفي علمك، في وظيفتك وفي عيالك. ويديك هو البند الثاني ويقول لك: وأعطيك أمام ذلك الجنة بأعلى منازلها وأعلى درجاتها ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. مين يعقد الصفقة مع رب العالمين؟ حد عايز؟ كلكم عايزين؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا نعيم الجنة. اللهم ارزقنا نعيم الجنة، اللهم ارزقنا نعيم الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة، اللهم ارزقنا رضوانك علينا في الجنة، اللهم ارزقنا جوار الحبيب في الجنة، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة، وارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.